ينبغي أن يكون أمينا على دين الناس لأنه لا دين له. يجب علينا أن نحرص على معرفة صفات الأشرار على وجه الخصوص من باب معرفة الشر لأجل أن يتقى، أن يتقى، فلتحذر من الاتصاف ببعض صفات أهل الشر، وأن يتقى بأن تتقى مجالسة هؤلاء، ويحذر منهم أشد الحذر. ونبينا صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته قد بيَّن لنا عليه الصلاة والسلام صفات شرار الخلق، أحاديث نبوية صحيحة كثيرة في هذا الباب. وإني أيها المسلمون محدثكم عن صفة من صفات شرار الخلق بيَّنها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ذو الوجهين عباد الله، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يتقمص دورين في ثوب واحد. ذو الوجهين يا عبد الله، يأتيك يتملق إليك ويثني عليك وربما يغلو في الثناء عليك، فإذا كان وراءك عقرك وذمك وسبك وذكر فيك ما ليس فيك. ذو الوجهين عباد الله هو المتلون في مواقفه، يأتي هؤلاء ويتودد إليهم ويرضى عن أقوالهم وأفعالهم، فإذا زال عنهم وصار إلى مخالفيهم أبدى كراهيته لقول الأولين وساء قولهم وذم أقوالهم وأفعالهم، كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تبارك وتعالى: ذو الوجهين هو الذي يرضي كل جماعة يأتيها، يظهر لها بأنه منها وأنه مخالف لضدها، فصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع، كما قال النووي رحمه الله: صنيعه نفاق عباد الله. جاء أناس إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقالوا: إنا ندخل على سلاطيننا فنتكلم عندهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال عبد الله بن عمر: كنا نعده نفاقا. والضمير يرجع إلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. حال ذي الوجهين حال المنافق عباد الله، لأنه يفعل كفعله، ورب العزة والجلال يقول عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويقول الله جل وعلا أيضا عن المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فيا أيها المسلمون احذروا أشد الحذر أن تكونوا ممن يتكلم بخلاف ما في قلبه، أن تكونوا ممن يتكلم بخلاف ما في قلبه، حتى إذا لقي أمثاله والموافقين له أفضى بما في قلبه صراحة. هذا مسلك خطير معاشر المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هؤلاء المتلونون أصحاب الوجهين لم يراقبوا الله عز وجل المطلع على سرائرهم وضمائرهم سبحانه وتعالى. فالأمر عظيم أيها المسلمون، احذروا هذا الخلق المشين، فليحذر الواحد منكم أن يكون ذا وجهين، والله المستعان. إن المسلم ينبغي أن يكون صريحا، يتكلم ويفضي بما في قلبه. أما كونك تأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، سواء فيما يتعلق ما بينك وبين الله أو ما بينك وبين الأشخاص، فيما يتعلق بعبادتك يا عبد الله، فتظهر بأنك عابد زاهد متق وأنت بعكس ذلك، أو ما يتعلق بمعاملتك للناس، فتأتي بعض الناس وتظهر له المدح والثناء، فإذا غبت عنهم ذممتهم وقدحت فيهم وذكرتهم بما ليس فيهم، والله المستعان. عباد الله، هذا أمر لا يجوز، وهو محرم يا معاشر المسلمين، بل هو كبيرة
من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذي الوجهين المتلون في مواقفه المظهر خلاف ما يبطن بأنه من شر الخلق وشر الناس، والله المستعان، مما يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ومع ذلك فإن كثير من الناس يتخلق بهذا الخلق السيء. نعم عباد الله، كثير من الناس يتخلق بهذا الخلق السيء، وما ذلك إلا لأجل تحقيق مصالحه الشخصية والمغانم الدنيوية. والحقيقة يا أمة الإسلام أن ذا الوجهين ليس له شخصية ثابتة ولا قيم ولا مبادئ يسير على وفقها، وهم مفضوحون، مفضوحون عند أهل الفراسة والعقل، مكشوفون عند من جالسهم وخبر حالهم. ولو أظهروا الزيف فيما يبدون عباد الله، ولو تقنعوا بالأقنعة الزائفة، سواء ما يتعلق بإظهارهم للعبادة والزهد أو إظهارهم للنصح ومحبة الخير للمؤمنين، إنهم مفضوحون. والأعظم عباد الله أنهم مفضوحون يوم تبلى السرائر، يوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم الناس لله رب العالمين، يفضحهم الله سبحانه وتعالى في أعظم موقف ومشهد يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار يا عباد الله. هذه عقوبة من كان له وجهان في الدنيا، جزاؤه يا عباد الله وفقا لعمله، الجزاء من جنس العمل. فلما كان يأتي هؤلاء بلسان وهؤلاء بلسان، جعل الله جل وعلا له يوم القيامة لسانان من نار، حيث كان يأتي كل قوم بلسان. معاشر المسلمين، أمثال هؤلاء ينبغي أن يحذروا، أن يحذر منهم أشد الحذر، ينبغي أن نحذر من مجالستهم ومخالطتهم، لأنهم غير أمناء عباد الله. كيف يكونون من الأمناء؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. ذو الوجهين من أهل الخيانة. نعم عباد الله، ذو الوجهين من أهل الخيانة، وهو من أبعد الناس عن الأمانة. الأمانة عباد الله تقتضي أن يكون صاحبها صافيا نقيا صريحا صادقا، وهذا ما لا يوجد في ذي الوجهين، والله المستعان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون أمينا، لا ينبغي أن يكون أمينا على أموال الناس، لا ينبغي أن يكون أمينا على ودائعهم وأمتعتهم، لا ينبغي أن يكون أمينا على أخلاق الناس، لا ينبغي أن يكون أمينا على دين الناس، لأنه لا دين له. فيا عباد الله، احذروا أشد الحذر من هؤلاء أولا، وثانيا احذروا أن تكونوا من أهل هذه الصفة المشينة والخلق السيء، أن تكونوا من ذي الوجهين يا عباد الله. فإن المؤمن حقا وصدقا من أبعد الناس عن هذا الخلق المشين، من أبعد الناس على أن يكون من ذي الوجهين. المؤمن يا عباد الله موقفه ثابت، موقفه ثابت لا يتغير ولا يتبدل لأجل عرض من الدنيا، فلا يمتلئ قلبه ولا يطبع قلبه ولا يطبع قلبه بالنفاق والتلون والكذب، بل يحرص أشد الحرص على الثبات على الموقف الذي بدا له بأنه حق والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مؤمنين غير مبدلين ولا مغيرين. قد علمتم حفظكم الله سبحانه وتعالى بأن ذا الوجهين متلون في موقفه، متنازل عن مبادئه، منسلخ منها، لا شخصية ثابتة له عباد الله. وهذا الحال ما كان عليه إلا لأجل نيل المصالح الشخصية والمغانم الدنيوية، والله المستعان. وإذا علمتم حال هؤلاء فإياكم يا عباد الله أن تخلطوا بينهم وبين من يحرص على الإصلاح بين الناس، وإن بدا في الظاهر أنه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ذو الوجهين
يداهن الناس لأجل المصالح الشخصية، وأما الصادقون فإنهم يخالطون الناس ويحرصون على الإصلاح.